مشاهدينا خلونا نشوف دلوقتي الأخبار المقرر حدوثها إن شاء الله النهاردة ولنستعرضها في خلال هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، مد ساعات التشغيل لساعة إضافية مع تقليل زمن التقاطر لأربع دقائق وثلاثين ثانية بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقي. وقالت الشركة إنه هيتم العمل حتى الواحدة صباحاً ومرور قطار كل أربع دقائق وثلاثين ثانية للوصول في أسرع وقت. النهارده والعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار جولة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 بالليل. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهارده مع مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في تمام الساعة 5 عصراً.